انت بويجك ايه؟ لا ثانيه واحده انا هعرف. يا طيب انت بويجك طيابي ولا هوائي ولا مائي؟ سكني سكني واخد نصي كمان. واو ايه الكلمه اللي اولها ب واخيها كيف؟ مفتيك. من فضلك ثبت حواجبك، مش عارفه ارسمك. انا مش بالعكس، ده من البرد. كان يا مكان كان في زمان ولد غلبان اسمه وحيد، وعيوسته اسمها هيام، وتوته توته خلصت الحدوته. حلوه ولا ملتوته؟ تصبح على خير يا نسر هيام. تصبح على خير يا حبيبي. حبيبي ليه بتغيظني؟ رب رب معجزه من عندك يا رب. شكرا يا رب. في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ بابا هو ده اللي انا كنت عامل حسابه. وحيد تفهمنيش غلط يا ابني، ده انا لوحه بترسم. بص ايوه صدقني يا حبيبي باباك زي ما قال لك لوحه. اتفضل قدامي يا بابا. حبس هدوم. لا يا بابا زي ما انت كده بجنازيرك، اتفضل قدامي. تفضل تفضل. استر لحمك كفايه انا فضايح. انا ما عملتش حاجه تحرك يا وحيد. دفعت لك كام يا بابا علشان تقلع هدومك؟ لا ما تقولش كده، انا اترسبت بمزاجي وببلاش. انا اتضحك عليا، اتكتفت يا ابني. وحيد كنت هتفضل كده مش عاوز تبص في وشي. انا ممكن اريحك مني. ايوه انا هرمي نفسي من بين السلم. بابا بابا قلت عليك يا جبان. يا بابا ما انت عمال تترسم وتلف جنازير حواليك صدرك، عملت لي ايه في المصيبه اللي انا اتدبست فيها؟ بالنسبه للمصيبه دي ما تقلقش، يعني رسمه كمان وهخلصك منها. تخلصني منها؟ ايوه. ازاي يا بابا؟ بعد كده مالكش دعوه. ازاي؟ بابا انا بضيع يا بابا، انا بضيع يا بابا. ما شاء الله انا ما شفت الجنيزه بتخلص بالسرعه دي. اه والله ده تقرير المستشفى طالع 100 100. ده انت لو حاولت تنتحر مش هتعرف يا راجل. الحمد لله اظن كده بقى مش ناقص حاجه. مش ناقص غير امضه المدير بس. يلا ادعي ربنا عشان نلحقه. يا ترى الباشا موجود؟ ايوه موجود بس عنده ضيوف. خلاص مستناه ما يخلص. انا كده هتاخر، انا عندي تصوير. هنيجي 100 مره اقول لك العصبيه دي مش هتنفعك. وبعدين انا قلت لك هخلصك النهارده، يعني هخلصك النهارده. ده انا بعمل فيك معروف، هتدعي لي عليه والله هتدعي لي. ادينا قاعدين. اتفضل اتفضل. يا باشا يا باشا يا باشا يا ساعه البيت يا فندم يا فندم. في ايه يا وحيد؟ البوليس يا فندم. لا يا فندم دي المرة دي مضمونة 100%. دي البوليسة اللي هترجع ثقة حضرتك فيها إن شاء الله. البوليسة دي لمين؟ اه يا فندم ورا حضرتك. إيه الكائن ده؟ ده يا فندم مليجي أبو العنين، أعظم دوبلير أنجبته السينما المصرية. ده يا فندم لو تركز في وشه اللي عمل النطة بتاعت أحمد السقا فيلم أفريكانو. أيوه أيوه زي ما أنتم شايفين إنه العملاء بيتهافتوا على شركتنا، وده بيرجع لثقة العملاء بشركتنا. أنا عايز أقول لحضراتكم حاجة، شوكة باشا مش مخلينا محتاجين حاجة كموظفين والله. يا فندم ده التقرير بتاع المستشفى. أيوة يا فندم. أيوة ودي شهادة المخالفات. تمام مش ناقص بس يا باشا غير امضة ساعتك الكاريو هنا يا فندم. ماشي ماشي مبروك مبروك يا ليجي. الله يبارك فيك. طب انا ما اضطرش بقى عشان عندي شغل. مع الف سلامة يا حبيبي. مع الف سلامة اخويا. اشوفك ان شاء الله. مع الف سلامة. مع الف سلامة. شركتنا قادرة على العطاء. أنا إيه اللي بيحصل لي ده يا عم شريف؟ يا عم أحمد ربنا إنه ما ماتش. ما هو كده كده هيصرف البوليسة. نفسي أجيب بوليسة تكمل يوم واحد من غير ما تتصرف. تكمل يوم واحد من غير ما تتصرف؟ طب ما تأمن على الفنانين، ما هو بره مثلا شاكيرة بتأمن على مناطق معينة. تاخد نمرة ليلى علوي؟ أبوس إيدك. حاضر. ولا أقول لك بلاش ليلى علوي، عشان هتقول لك جبت النمرة منين وأنا بيني وبينها مشاكل. لا مش عايز أعمل لك مشاكل يا عم. انت
انت تعرف نيلي كريمة؟ نيلي؟ دي حبيبتي. تاخد تليفونها؟ اه بس افرض انا اتصلت بيها دلوقتي لقيتها نايمة ولا حاجة. نايمة ايه يا عم، دي بتصور دلوقتي. بس انا معاها جوه الفيلم. هات تليفونك كده بقى، هديك تليفون انا. خد اخويا. بس انا خدتها سرقة كده هون من البيت اللبيسة بتاعتك. اهو اهو. اللي عايز 53 ثلاثة أول مرة أكشن. بنت الحارة يا بنت الحارة، حبيتك يا محلى طارة، حبيتك يا محلى طارة. شبه الخوخة وكلامها موصوف للدوخة، وكلامها موصوف للدوخة. أهياني منها أهياني منها، أتلاني سود عيونها سود عيونها. وموعداني وموعداني تابني على البر الثاني. انا ايه ذنبي انا ايه ذنبي، حدفت للمنديل البمبي. انا ايه ذنبي انا ايه ذنبي، حدفت للمنديل البمبي. وبتقولي لي انك بتشتغلي ممرضه؟ اوعى تفهمني غلط يا خالد. خالد؟ وكمان بتغلطي في اسمي؟ انا وائل جوزك يا فجره. وائل سامحني يا حبيبي. ماشي سامحتك، بس طمنيني بتقبضي هنا كويس؟ الحمد لله. طب ايه الزفت ده؟ موبايلات تبطل، نحترم نفسنا شوية. ما بتردش يا معلم. وراها وراها بتصور بتصور. وانا يا عم هسيبها، انا هفضل وراها لحد الصبح. سلام اخويا. سلام حبيبي. مروحة هوا هوا. ليه ده اساتذة؟ بتقولي لي انك بتشتغلي ممرضة؟ اوعى تفهمني غلط يا خالد. خالد؟ وكمان بتغلطي في اسمي؟ انا وائل جوزك يا فجرة. وائل سامحني يا حبيبي. ماشي سامحتك، بس طمنيني بتقبضي هنا كويس؟ اطمني يا حبيبي. وحشتيني قوي. استوب. اسفيني يا استاذ هاني. اسفيني يا استاذ. موبايلاتي يا اساتذه، موبايلاتي يا اساتذه. اسفيني يا استاذ هاني. مش ممكن مش ممكن، دي اهم لحظه في الفيلم. معلش يا استاذ والله مش قصدنا يعني. لا يا جماعه لا، ده انا يعني لحظه البوسه دي بالذات يعني ببقى مركز فيها ومجهز شفايفي اي حد يخ